تسديدة، أي قوة، أي ضربة، كرة ولا أروع. هدف ثمين بالتأكيد. الأمور تبدو سهلة في الملعب، لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. هدفين مقابل لا شيء، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. تمركز أهم صفة للمدافع، رائع جدا في توقع مسار الكرة. كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. ويسدد، كرة عالية جدا، تسديدة من مسافة بعيدة، الكرة اعتلت العارضة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، يمر ويلعب كرة بينية. تمكنوا من إيقاف الهجمة المرتدة والآن بإمكانهم تنفس الصعداء. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء باتجاه الأمام. داروين، روبين يانيز ينجح في التصدي. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. الركنية الثانية في المباراة، إخوان عنده ركنيتين حتى الآن. إخوان ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم. يلعبها في المساحة. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. هافرز لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع، القائم وقف أمامه. سيء الحظ في هذه اللقطة. الآن ممكن نشوف هجمة معاكسة. داروين، أوديغارد، قراءة ممتازة وقطع للكرة. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. هل تمر الكرة؟ لم تكتمل الفرصة. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. تمريرة كانت سيئة للأمانة، لا يجازف، يحاول الحفاظ على الكرة حتى النهاية. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى، وهنا الخطأ والحكم يحتسبه. يحاول تمريرها من بين المدافعين. انتهت المباراة. الهلال السعودي قدم مباراة قوية اليوم، عرض مذهل، فوز مستحق، وجماهير يحق لها الاحتفال. نيمار رجل مباراة اليوم عن جدارة واستحقاق، برافو يا معلم، تستحق كرة المباراة.
شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. شكرا.